أول إصدار أصدرنا المجلة أسست في 2020 ولها مخرجات على الموقع الإلكتروني، ولكن أصدرت كإصدار متكامل للعدد الأول تم إصداره في يونيو من كأول 2022، وتم الاحتفال في إصدار هذه المجلة في المؤتمر الخليجي الثالث لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي المنبثق من مبادرة الخليجية بتاريخ من 5 إلى 7 يونيو، وبإذن الله سيكون الإصدار الثاني من 15-17 نوفمبر تزامناً مع الاحتفالات العالمية بأسبوع ريادة الأعمال، وتزامناً مع مؤتمرنا العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المنبثق من مبادرة الخليج. الهدف منها، تهدف هذه المجلة إلى تقديم أحدث الأدوات والتجارب الناجحة المتميزة في مجال ريادة الأعمال ومجال الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، وكذلك إلى تعزيز وتمكين الثقافة والعلم في هذا المجال.